في إطار التعاون المشترك ما بين الوحدات الأمنية وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة برنامج عمل مشترك مع مصالح أمن ولاية خنشلة يهدف إلى محاربة كل أوكار الجريمة بمختلف أشكالها، وكذا حماية المواطن وممتلكاته من أجل زرع الطمأنينة وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين. هذا العمل هذا نهدف من خلاله إلى عديد من الأهداف، من بينها محاربة الجريمة الحضارية بكل أشكالها. سطرت مصالح أمن ولاية ورقلة مخططا أمنيا وقائيا وردعيا بالدرجة الأولى، وهذا بوضع تشكيلات أمنية على مستوى مداخل ومخارج المدينة، وهذا أيضا يهدف إلى محاربة هذه الظواهر السلبية، ظاهرة ترويج المؤثرات العقلية.